طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم. ها نحن نذهب في جولة حول مهارات الأسبوع الثالث من شهر أيلول في مادة اللغة العربية للصف الأول الأساسي. سوف نتحدث في هذا الأسبوع عن أهم مهارات اللغة العربية التي سوف يتم إعطائها. سيتم التركيز على مهارة القراءة من خلال قراءة درس أسرتي وقراءة البطاقات المعروضة على السبورة، من خلال التهجئة بقراءة كلمات تحتوي على مقاطع ثلاثية مثل كلمة باب ودار وسور. أيضا سيتم قراءة مقاطع تحتوي على حرفي الباء والسين والألف والواو والياء. سيتم خلال هذا الأسبوع على القراءة على كتابة الحروف المد، وهي الألف الممدودة والألف المقصورة ومد والواو والياء، ويتم ربطها مع حروف أخرى وقراءة هذه المقاطع، ومن ثم قراءة كلمات ثلاثية. خلال هذا الأسبوع سيتم عمل اختبار تشخيصي. يتم في هذا الاختبار تقييم الطلبة بمعرفتهم السابقة. أيضا سيتم خلال هذا الأسبوع الذهاب إلى المكتبة واستعارة تنمي مهارة القراءة. أيضا سيكون لدينا تدريب على الإملاء وكتابة الحروف الألف الممدودة والألف المقصورة والواو والياء. أيضا سيتم كتابة كلمة تحتوي على هذه الحروف. سيتم تدريب الطلاب على كتابتها من خلال طريقة رسم الحرف في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة. أيضا لدينا يا أحبائي التدرب على القراءة والكتابة الإملائية، وهناك لدينا كتاب تمارين يتم فيه حل بعض التمارين التي تحتوي على هذه الحروف. أيضا سيتم التركيز على طريقة الكتابة الإملائية الصحيحة. سيكون لدينا أيضا تقييم في القراءة لدرس أسرتي والتركيز على الكلمات الملونة والمعروضة على السبورة. طلابي أحبائي، سيتم أيضا خلال هذا الأسبوع التدرب على طريقة التعبير والمحادثة من خلال استخدام الكلمات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوعين السابقين، إما بكتابة كلمة أو من خلال الرسم أو كتابة جملة تتكون من كلمتين. طلابي أحبائي، شاكرة لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء.